ما عاد اطبخوا عندي على هالاثنين ابو علي وابو زيد. لا معلق يا الله لا تحط هذا لا تجيب هذا لا ها وش رايك شوف العنيد ذي العنيد العنيد ابو ابو زيد ما يصلح له الا شغله هو بس اسمع عندي به انا قلت ما يلبس شيء مر ما ذقتها انت وشو ذق من ذقها على طول الوعد اخر الصف ايه اخر الصف بيوكل ان شاء الله رز وقضينا وش ما عاد اطبخوا عندي على هالاثنين ابو علي وابو زيد لا معلق يا الله لا تحط هذا لا تجيب هذا لا ها وش رايك شوف العنيد ذي العنيد العنيد ابو ابو زيد ما يصلح له الا شغله هو بس اسمع عندي به انا قلت ما يلبس شيء مر ما ذقتها انت وشو ذق من ذقها على طول الوعد اخر الصف ايه اخر الصف بيوكل ان شاء الله رز وقضينا وش